مع حضرتك، يمكن دردشت مع حضرتك قبل الحوار ان احنا برنامج نفسي، وبيكون عندنا ناس كل حلقة بيبقى عندنا حد بيبعت لنا عنده مشكلة نفسية وحابب ان احنا نتخرجوا منها يعني. فعلى مدار الحلقات اللي فاتت تقريبا يعني كل واحد وبعدين بتبقى ممكن حاجة صغيرة بس هو شايفها كبيرة قوي. فبجد يعني حضرتك معانا النهارده كنموذج. انا عاوزه اشوف هل الناس دي هي بس اللي بتمر بده، ولا اكيد كلنا مرينا في حياتنا باقوى من كده بكتير. اكيد مفيش حد ما بيبقاش طبيعي. فخليني ابدا مع حضرتك كده من مرحله الطفوله. مها ابو عوف نجمه، فعلى مدار حياتها ياما عملت لقاءات كتير، ولكن كان لازم تحس انها اول مره تقعد قدام دكتوره نفسيه، وكانها اول مره تعمل مقابله في حياتها. فيا ترى هنجح ولا لا؟ هنشوف. تفتكري مثلا ايه اشهر صدمات او مشاكل مرت عليكي في مرحله الطفوله بالنسبه لك؟ شوفي، اصل احنا الطفوله بتاعتنا كانت غير، لان يعني احنا كنا اربع بنات ولد. عزت كان اكبر منا شويه يعني، او في فرق 8 سنين ما بينه وما بين اول اخت. فهو كان متبنينا كلنا يعني. فكنا شويه قوي، وطفولتنا كانت حاجه سبيشال. احنا يعني كان قرايب، ما كانش اصحاب اكتر من ما احنا يا قرايب يا اخوات. حاجات مثلا عملت روما يعني تروماتيك. لا، حاجات على حتى السن يعني. عارفه حضرتك الطفل بالنسبه له لو جه يفتح الحنفيه وما اتفتحتش معايا بالنسبه له مشكله. طبعا. مثلا متعلق بامه وسافرت يومين، طبعا بالنسبه له دي صدمه. احنا كان بالنسبه لنا امي لما تخرج كنا نقعد ورا الكنبه كده، انا واختي منى بالذات، وناخد صورتها ونقعد نعيط عياط غير طبيعي، ونقول لها انت احلى ام في الدنيا، ليه سبتينا؟ ما هي خارجه عادي، حتى خرجت عادي كده، مش خارجه مع ابويا عادي جدا، رايحين نتعشى ورايحين اي حاجه، وعياط نقعد نعيط لحد ما ترجع. واحنا كان ارتباطنا بوالدتي كان جامد قوي حقيقي، الله يرحمها. وكان ارتباطنا بجدتي كمان اللي هي مامتها. لما اول صدمه كانت لينا لما جدتي توفت يعني. لانها كانت فعلا زي، مش زي يعني امنا، هي مربيانا يعني. لما امي وابويا كانوا بيسافروا بتاع، هي اللي كانت واخده بالنا والبالها منا. وهي تركيه اصلا، فكان كلامها مكسر. واحنا كنا بنطلع عينها. وكانت اطيب ست بقى يعني، اطيب حاجه ربنا خلقها بجد يعني، كانت تموت فينا. لما ماتت الله يرحمها، دي كانت صدمه مش تروما بقى، اللي هو ما لا حياه بدونها يعني، انهيار وعياط. وقعدت على سريرها فتره طويله يعني. فدي كانت اول صدمه فعلا، حد عزيز قوي قوي، فقدان حد غالي على الانسان. وما يكونش الواحد متوقع انه يحصل ده. وهي كانت بصحتها. ازاي حضرتك اتخطيتي ده؟ طبعا ابويا وامي اتكلموا كتير معانا، وهي كانت ست كبيره بس كانت صحتها يعني ما رقدتش يعني. فكان بيتكلم معانا كتير قوي، وفكره الموت دي ما كانتش يعني متواجده في ذهننا خالص يعني، ان في الفراق. ما كناش بنتكلم في العيله، ما كناش بنتكلم عن الموت ومرض وبتاع وحاجات كده. فدي كان اوزر يعني، ايه حد يروح مني يعني. نمت صحيت ما لقيتهاش يعني، دي صدمه كانت كبيره يعني. بالكلام والوقت حضرتك طلعتي من الموضوع؟ طبعا. بس لغايه النهارده انا النادي في حياتنا يعني. طبعا. بس بتطلعي، ما هي دي سنه الحياه يعني. مش صدمه وقفت حضرتك مثلا مكان؟ لا، ما فيش حاجه بتوقف حد بجد يعني. شوفي، طول ما عندك امل مفيش حاجه المفروض انها توقفي. واللي ما عندوش امل لازم، اللي ما عندوش امل ده مش عايش. ايوه صح. بجد يعني. طبعا. اللي هو يفقد الـ 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 الاحساس يعني، انه مش، ما فيش حاجه حلوه هتحصل. لا. طيب حضرتك المره الاولى كنت طفله وشايفه ان دي اول حاجه تحصل لك في حياتك، حاجه جديده. بعدين اكيد مع الوقت
اكيد حضرتك اتعرضتي برضو لان تفقدي طبعا حد. طبعا. هل احساسك بالموضوع كان زي اول مره لما فقدت يعني تعرضتي لفكره كان اسخم اقوى؟ ده كان ابن اختي الله يرحمه كان 21 سنه. دي كانت صدمه حقيقي، ودي يعني بنتغلب عليها بالحياه. لكن دي كانت صدمه، كانت جامده 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 من هنا ل 20 مليون الف سنه قدامي. هو اتوفى وحضرتك في اي مرحله؟ ده من 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 10 سنين تقريبا. من قريب قوي. فدي كانت برضه، دي كانت مش صدمه بقى 21 سنه يعني، دي كانت زي بنيه فعلا يعني. ايوه يعني ربنا يكون في عون والدته. بس انا احنا كنا نتخيلها ان امه خلاص. لا الحمد لله وقفت على رجليها وتخطت الصدمه. عندها ابن ربنا يخليه لها، وهو ده اللي قواها برضه. ف فقدان عزيز حاجه صعبه صعبه، بس نقدر نعدي. مش نهاية العالم بالظبط. صح حقيقي. طيب ولو طلعنا شوية بقى لمرحلة المراهقة، فيها صدمات؟ أكيد. الصدمات بقى الحب الأول. ده مشكلة كل المراهقات حقيقي، والمراهقين بجد. وللأسف إنها بتسيب أثر جامد جدا. يعني يمكن بتسيب أثر زي الوسادة الخلية، اللي هو الراجل فضل عايش وهو مش عايز يخرج. هو مشكلة ايه؟ انك بتفقدي انك بتبقي وان تراك مايندد، بتحطي قصة في دماغك وبتفضلي عليها، فما بتحاوليش انك تخرجي، ما بتحاوليش انك تقاوميها، ما بتحاوليش انك تطلعي منها. يعني في ناس بيجي لها ديبريشن تروح قافلة على نفسها الباب وخلاص، وتفضل قاعدة حياتها كلها تعيط، تسمع اغاني عبد الحليم. ياما عيطت على عبد الحليم.